السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم مهلبية وبداية أسبوع موفقة بإذن الله. بسم الله على بركة الله. نبدأ بالمقادير. عندنا هنا إطر ديال الحليب، مايزينا، ماء الزهر، زبيب، شوية ديال الكركاه اللي غادي نحتاجو للتزيين، ربعة المرق ديال السكر سنيدة. بسم الله نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها غنديروا السنيده مع مايزينا باش ما تكورش لينا، نخلطها باش ما تكورش لينا. هاد المقادير اللي عطيتكم كيديروا ربعه ديال الكيسان كبار. نضيف ربعه المعالق ديال مايزينا، جوج ضروري هاد الطريقة، ثلاثة أربعة. صافي نخلطوهم تي يندمجو، نعاود نكرر ضروري من هاد الطريقة باش ميتكورش لينا هاد الشي في الحليب. نجيبو كاس باش نخدمو، نخوي في هاد الخليط، ونضيف الحليب، صافي ونحركو يدوب لنا داكشي مزيان. ملعقة خشبية صافي، ونضيفو ماء الزهر، جوج، ثلاثة، أربعة. صافي نحطو ونديروها فوق العافية. حنا درناها فوق العافية مع التحريك المستمر، ضروري تيبان لينا بدا كيتقال شوية، ونضيفو ليه الزبيب. هاهي بدات كتعقد، يبان لكم ان اللون ديالها ولا ابيض غامق. هاهي كما كتشوفوا، صافي نضيفو لها الزبيب كمية اللي بغيتو. الزبيب و كيتواتى مزيان مع الزهر ومع الكركاع، هاد ثلاثة الحوايج يتواتوا مع بعضياتهم. ها هو وجد، وندوزو دابا نخويوه في كيسان ديال التقديم ونزوقوه بالكركاع وشوية ديال الزبيب. بسم الله نبداو نديرو في هاد الكويسات، بسم الله معليش تنخو نمسحو الزوائد، نديرو بهاد الطريقة حسن.
حاولوا هزوا من التحت حيت الزبيب كيبقى لتحت ديال القاع ديال الكاسرول بحال هذا الشكل. ها هما جاوا على هذا الشكل، غيبردوا شويه ونزوقوهم، نزوقهم شويه ديال الزبيب من الفوق. الا كما خليناها بردت شويه وخا درنا الزبيب بقى الفوق، هانتوما كما كتشوفوا ها هي راه كتجي رائعه. صافي ونزوقوا شويه ديال الكركاع، او زوقوا باش ما بغيتو نتوما. انا درت الكركاع حيت كيتواتى مع ما الزهر. اللي ما عندوش الكركاع يدير غير الزبيب، يكتفي غير بالزبيب، ولكن بالكركاع كيجي غزال. ها هو الشكل ديالو النهائي، نخليوه بلا ما نحتاجو نديروه في الثلاجة حيت دابا الحال بارد، تيبرد على خاطر خاطرو. يكفي اننا نغطيه بالسلوفان من الفوق. نحاولوا نزوقهم شويه ديال الكراميل الا بغيتوه، حتى هو راه كيجي رائع.